النتيجة 3-0 بالنسبة للنادي الأفريقي أمام النادي الأهلي البنزرت. نشوف الإعادة، كل ثقة في النفس بالساقة اليمنى، ازدواجية صابر خليفة، لاعب كبير صابر خليفة، أبدع في كل فريق تقله، عنده الخبرة، عنده حاسة التهديف، رجع يعني كان بتجربة احترافية في مارسيليا، رجع للأفريقي والعطاء متاعه بدا يتقدم يعني في كل مباراة. حكيت قلت صابر خليفة.